السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور فهد دانزي مركز كسير الطبي. في بشرة خاصة لمرضى السكر، وصول الخلايا الجذعية كعلاج حديث موجود في المركز، وهذه الخلايا الجذعية لها دور كبير في علاج ومن يعني المحافظة على وعلاج قدم السكر. أي سؤال راح يكون في خط ساخن للإجابة على كل تساؤلاتكم بخصوص هذا الحدث الكبير الفريد من نوعه في منطقة الخليج. إن شاء الله راح نوافيكم بكل جديد تقدم لكم أكسير دائما. شكراً.